سلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط او نفشل سلاما للذين اذا وجدوا فينا جرحا فطيبوه او حزنا فمسحوه سلاما لمن لا يتغيرون علينا مهما تغيرت الظروف او ياجؤون الينا الا بسلاما سلاما للذين حضورهم مبهج وكلامهم غير مزعج للذين يرممون ما تبقى من امل داخلنا فنزهر ونثمر ويبقى اجرهم على الله لان محبتهم غير مشروطه خلق الله المراه وكرمها ووصى بها سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام وجميع الاديان فالمراه هي الام والاخت هي الزوجه والابنه هي نصف المجتمع اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من تفاصيل